صباح النور جميعا. قصيدة للمتلبي، وأريد من يتابعني يعني بحق ويريد ومهتم باللغة العربية وبالثقافة العربية أن يسأل سؤال مهم في إطار هذه القصيدة التي هي موجهة لتلامذة البكالوريوس. تقول القصيدة: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسق المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانية، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكية. فما ينفع البزد الحياء من الطوى، ولا تبتقى حتى تكون ذواريا. إذن هذه القصيدة قالها المتلبي وموجهة إلى كافور النخشيدي. إذن يعني من هو مهتم باللغة العربية وبالثقافة العربية وبالتميز، أرجو أن يسأل سؤال مهم في إبداع وفي تميز وفي عمق. تتعمق، لذة أن تبحث، لذة أن تترك ما عندك حتى يعني تسأل.